صايمه يا امينه؟ طبعا صايمه، ده بقى لها كام يوم ما دقتش الزيت. لا 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 ما ينفعش الكلام ده خالص يا امينه، انت لازم تاكلي وتشربي، لازم تعيشي حياتك طبيعيه. قول لها يا دكتور. واهم من ده كله حالتك النفسيه، لازم حالتك النفسيه تكون كويسه عشان جسمك يستجيب للدواء. بصي يا امينه، انا عارف ان هي مرحله متعبه ومقرفه، مقرفه جامد، بس انا واثق انك انت قدها وقدود، هتعديها، انك انت بنت جدعه، انا واثق. ماشي يا امينه؟ حاضر. طيب انا همشي وهبعت لكم دكتور التحاليل ياخد منها عين الدم، وهبعت لك وجبه الاكل بتاعتك، عايزك تاكليها للاخر، ما تسيبيش ولا فتفوته. واضح؟ حاضر يا دكتور، حاضر. انا همشي دلوقتي وعد عليكم بعد ساعه. شكرا يا دكتور. على رجلك. مع السلامه. تعالينا يا اتفضل. أمينة الوردة المفتحة في البيت، الشقية مليانة البيت حيوية. ماما أنا خايفة ما تسيبينيش. ما تخافيش يا قلب ماما، ما تخافيش. أنا مش هسيبك أمينة، هجيلك الصبح وبالليل، كان عايزة أقعد معاكي أقعد معاكي. هترجعي أحسن ما كنتي، بس اجمدي اطلعي من اللي أنت فيه ده يا حبيبتي عشان خاطر ماما ورحمة أبوكي. حبيبي يا بابا، يا حبيبي يا بابا. ايه الحكاية؟ هي فين دي؟